السلام عليكم الاخوان، فيديو جديد كيف ديما. فين ما كاين شي جديد على الرجاء غنديروا فيديو. الجديد اليوم هو المدير الرياضي كوردوبا، الرجاء فسخات معاه العقد وتيبحثوا على مدير رياضي جديد. الخبر اللي كاين هو انه هو فرنسي، هذا اللي غادي يجي. الاسم باقي ما كاينش، ولكن عرفنا الجنسيه ديالو انه غيكون هو فرنسي. هاد كوردوبا اللي مشى ديجا كان دار مشكل مع البلجيكي باتريك، مع العلم ان بزاف ديال الناس اللي خدامين في الرجاء كانوا تكلموا عليه في الراديو انه سيد كيخدم مزيان. ما عرفناش علاش الرجاء تخلات عليه على البلجيكي باتريك. من بعد بقى هاد كوردوبا، اليوم سمعنا خبر انهم فسخوا معاه العقد وتيبحثوا على واحد جديد مدير رياضي فرنسي. فاش غادي نعرفوا شي معلومه عليه راه نديروا فيديو ان شاء الله. الخبر الثاني هو انه المدرب كلف ابو شروان يدير ليه تقرير على اللعابه. المدرب طلب من ابو شروان هذا الطلب، علاش؟ حيت قال لك ما كاينش الوقت، لا يبقى يتفرج في اللعابه، كل واحد يشوف شكون غادي يبقى شكون غادي يمشي، يعني غادي يعتمد حتى على ابو شروان يدير ليه تقرير على اللعابه كاملين، ومن بعد هو غادي يشوف هاد التقارير ويختار. خبر اخر اللي كاين هو ديال ان الرجاء ولا بودريقه، كنتمنوا الخبر يكون صحيح، انه كيقلب على سيوله كبيره، جوج صفقات يكونوا سوبر، يعني جوج صفقات يكونوا كبار، والمركز ديال هاد الصفقات حسب العلم ديالنا انهم مهاجمين اجانب، يعني ماشي من البطوله. نتمنوا لكانت هاد الهضره بصح يكونوا مهاجمين نيت كما كينتظروا من الجمهور ديال الرجاء ويعطيو الاضافه. بالنسبه للقضيه ديال المنع اللي جات من الجامعه الرجاء بالمكتب المديري ديالها، حسب اخر معلومات، يعني كما قلنا البارح كيتفاوضوا مع شي لعابه باش ينقصوا من داكشي اللي كيتسالوا باش يخلصوهم على اسطر، وبركوا مع شي وكلاء اللاعبين اللي ديجا داعين الرجاء باش يتفاهموا معاهم، وفي نفس الوقت شي لعابه اللي ما بغاوش ينقصوا يحاولوا يخلصوهم. البارح سمعنا انه بودريقه تيقلب على سيوله باش يخلص هادشي. نتمنوا هادشي يكون بصح، ونتمنوا انه هاد الانتدابات الجداد اللي غادي يجيو يعطيو الاضافه، ماشي غير تجي وتسيني مع اللعاب باش تسمى درتي انتداب، ولكن اللعاب اللي غادي يجي خاصو يعطي الاضافه. هادشي اللي كاين لحد الساعه، وفين ما يكون شي جديد الخوت غنحطو عليه فيديو. وشكرا.